لو الحكايه فيها ان فيتو بيقبض 1500 جنيه ملوش تمويل. لا ده كده ما ينفع، ده هم دلوقتي بيقولوا للناس اتعلموا البلطجه وتعلموا السرقه وتعلموا ذبايح ذبايح الناس. اذا كان في دكاتره بتشد العيال صغار تقطعها من ايه من ايدك، مفيش الله ولا الله. يعني والله انا شايفه ان الدعم ده اتشال من بديهي، يعني شايفه ان ليه مالك وانت بتضحك علينا اصلا وكل يوم تقول لنا ان ده مدعوم وده انا بدي لك بسعر الفلوس وده الكلام ده كله، انا شايفه مفيش اي دعم اصلا. رأيي يعني 1500 ده على اساس ايه؟ يعني ان الدعم ده كان اصلا كان بيجيب حاجه يعني، ولا ان هو 1500 دول بيفيد منه؟ يعني احسب لك كده 1500 يعني 30 جنيه في اليوم باين ولا ايه؟ 30 جنيه في اليوم. طب انا اقول انا كفرد واحد ماشي 1500 حلوين ليا ان انا ممكن اعيش بيهم 30 جنيه في اليوم، مش هم بقى كافيين اكل بس اعيش. طب لو واحد عنده اسره هيعمل ايه؟ يشتغل شغلانتين يعمل ايه؟ يعني لازم بديهيا كده اي حد يسمع الكلمه ديت يقول لا ده القرار ده القرار ده خالص. ازاي يعني لفوق ال 1500؟ من اول ال 1500 مع الاسف انا بيقولوا وزاره التموين، انا مش شايف وزاره التموين، مفيش حاجه اسمها وزاره التموين، لان وزاره التموين سايب الشارع في حاله فوضى، في حاله فوضى عارمه في جميع السلع كلها. مع الاسف الشديد رئيس الحكومه تركنا فريسه المحتكرين المتلاعبين بجود الشارع في شارع المصري. انا اعتبرتهم ان هم بيتبعونا بسكينة باردة.